عم تلاقي عم تلاقي بس مو باش على بركة سيدي. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من إقليم العريش وبالضبط بجماعة الزهداء. معنا نقدر نقول لكم بأن من اخطر واقوى اللايفات اللي تسمعوا دابا واللي تشوفوا بطبيعه الحال. للاسف طفل في عمر الزهور، الاسم ديالو وليد، اللي في العمر ديالو 9 سنوات، وليد اللي عنده هشاشه العظام، وليد اللي العمر ديالو تقريبا 9 سنوات، الا شفتيه تقدر يبان لك عنده تقريبا يقدر يبان لك عنده تقريبا سنتين او 3 سنوات. الام ديالو تحكي لنا وبالدموع للاسف الشديد لانها ما قدرتش تهضر، ما قدرتش تعبر، تحكي لنا المعاناه ديالها مع الابن ديالها، لان ما خلات فين مشات، ما خلات فين جرات، وهي كتشوف الابن ديالها وما قدرتش انها دير شي حاجه. كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو على اوسع نطاق، بغينا نتوقعوا انه حتى هو يخرج يلعب مع خوتو وليد اللي للاسف الام ديالو هي جالسه حدايا وكتبكي بالدموع. وليد اللي واخا نعيا ما نعبر، واخا نعيا وما نوصف، ما غاديش نوصف المعاناه اللي كتعانيها الام ديالو. هذا نداء للمحسنين، هذا نداء لخوتي المغاربه، هذا نداء لذوي القلوب الرحيمه، هذا نداء الناس اللي كتعاون وكتقدم يد العون، هذا نداء لوزاره الصحه. الام كتناشد وزاره الصحه التدخل العاجل. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام. احكي لنا اختي على الظروف ديال الابن ديالك. تفضل اختي بشويه لك. وليد من اللي خلق خلق بحال هكا، هي خلق خلق عنده النقص، ما كنتش عارفه كي تهرس و كيفاش خلق عنده النقص؟ خلق ناقص هكا، ما كي خلق عنده كرع النقص ديالو وكيتهرس بوحدو، وانا عمري ما رديت له البال باللي كيتهرس، ديما كنت كنجرو وكنقمطو ما كنتش عارفه كيتهرس. هو كيكبر وانا كنشوف طرديك كطردك في دريعتينو وفي رجليه، تقفل 4 سنين عاد رديت له البال، حتى كنشوفو كيتشفك من رجليه ومن يديه. كنت كاع رادة البال. يعني عانيتي مع وليد؟ ما كنتش عارفه كيتهرس حتى ملي كبر. ملي كبر بقى كيقول لي امي انا كنتي كتقولي لهم كان كنتهرس، كنت كنتقمطيني وكيتهرس كنتهرس. قال لي امي علاش كتبقاي كنتي عارفاني كنتهرس كتقولي علاش كنتي تقمطيني وكتجريني وانا ما كنتش كاع عارفه كيتهرس. بقى يقول لي انت اللي هرستيني يعني. قلت له وليدي انا ما كنتش عارفاك كتهرسي، كنتش عارفك كتهرسي، ودابا على ضرب الجد كطردك في اي بلاصه كتهرس اي بلاصه. وليد العمر ما كيكبرش، ما كيكبرش ما كيكبرش، ودابا بقى عارفه وكيقول لي خصني نقرا، كيقول لي خصني نقرا. المهم شي هما كيقراو وانا ما كنقراش، والكلمه اللي كاع هضرتني بها هي كيبقى يقول لي
امتى نكبر وامتى نزيد. يعني كيبقى فيك الحال بزاف، تيقول لي امتى نكبر وامتى نزيد، وحتى انا خصني نقرا. الله ضرب يعني ديما كيقولها لي. يعني بحالو بحال الدري، بحال الدري صحابو. كيتشول ملي كيشوف لا اختي كيزيد وهو ما كيزيدش. يعني كيبقى فيه الحال ملي كيشوف الدري صغار كيلعب. كيبقى فيه الحال بزاف، وخاص يقرا. واخا ديتيه للطبيب، جريتي بيه، مشيتي للرباط. ديتو للطبيب ما كيقولوا لي حتى شي حاجه عليه. ديتو للطبيب قال لي عندو الهشاشه العظام. قلت لهم كيتهرس لي. قال لي علاش ما تجيبيش عندنا؟ قلت لهم انا بزاف عليا باش نجيبو عندكم الرباط، ما عنديش باش نجيب. يعني الحاله على قد الحاله. ما عنديش باش نجيبو نديه، خصني ديما نديه. خصني ديما ندي الرباط. كمل اختي. غير بشويه نكمل. ما كنطلب مع الناس يعاونوا لي عليه. باغي يقرا وباغي يرتاح من هذا الشيء اللي كيبقى يتهرس. هي لحظه كيتهرس، وكانت عندها معاه بزاف من نهار اللي كيتهرس. إذن كما سمعتم متبي الأوفياء متبي قناة شوف تيفي، للأسف الأم ما قادراش تعبر، ما قادراش توصف المعاناة اللي كتعانيها وكتعانيها هي مع الطفل وليد. وليد اللي عنده هشاشة العظام، وليد اللي للأسف الشديد عنده 9 سنوات، وإلا شفتيه يقدر يبان لك أنه عنده تقريبا 2 سنين. وليد اللي كما قالت الأم ديالو بأنها غير كتبغي تقمطو، غير كتبغي تحركو كيتهرس، يعني العظام ديالو على قد الحال. وليد قلتي لي قبيله في الكواليس بان وليد كيبرى بوحدو. جيها كيبقى يتهرس، ديما كيتهرس بوحدو. ديما كيتهرس بوحديتو. ديما كيتهرس، ما كيقدرش يدور، على زاد شويه كيتهرس. لا ما يهزو حتى شي واحد الا انا نهزو، انا وخوه الكبير. يعني 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 انت اللي مقبله والدي، الا مشيتي انت ما كنتش اللي قبل الوالد. انا وخوه في طريق مسكين ما بقاش يقرا، حتى هو المدرسه تا خو حبسو من دراسة، خو عندو 15 سنة دابا، مكيقرا لا والو، لا خرجت أنا نخدم كيقابلو لي هو، يعني تا خو مكيقراش، تا خو مقراش، حيت كان يقابلو لي كنت كنخدم وكنخليه معاه، كنقدر نخليه بوحدو إلا مع داك الطفل الكبير. عمرك ما ديتي للطبيب الرباط؟ دابا حاليا متبعة مع الرباط. كيقول لي حتى شي حاجه، واحد وكيديني عند واحد، واحد دفعني عند واحد. شحال تقريبا انت كتمشي وتجي للسبيطار؟ دابا شي طالعه في شهرين هكاك، دابا راه عاطيني موعد. شهرين عاد انت كتحركي؟ اه. شنو اللي خليك ان ديك السنوات كامله ما تحركتيش؟ يعني مشيتي ما جريتي؟ قلت لك نديت مرات للطبيب العريش، شدوني في الكامة، والطبيب قال لي ما كاين حتى احتمال، هذا الشيء خلق الله. واحد النهار وانا نمشي لواحد دفعوني لواحد الطرويد، قالوا على الله شكي يرتاح شو على الله شكي يشوف على الله، وديت لواحد الطرويد هما يدفعوني الرباط. قالوا لي ما نقدرش نقيسه حيت الطفل كيتهرس بوحدو، ديه الرباط هما اللي يشوفوا معاه. دابا حاليا متبعه مع طبيب العظم، متبعه مع طبيب العظم. طبيب العظم قال لك كاين شي امل؟ باقي ما قال لي حتى شي حاجه. دابا عطاني رانديفو شاده معاه، قال لي غنتبعي معايا طبيب العظم. شديت الرانديفو قلت له الطبيب خرج ما هوش انا. دابا انت كما كنقولوا بالدارجه ديالنا محنا مع معذبه معاه، معذبه معاه بزاف، والحلم ديالو هو خصو يقرا. خصو يقرا، خصو يمشي للمدرسه. ديتو للمدرسه وما بغاش يقراو، قال لي خصو حالات خاصه ديالو. يعني خصو حتى الناس الباديه ما يقدروش يقراو. انت باغا تشوفي ولدك كيقرا بطبيعه الحال؟ بزاف، حيت هو حام قاصنا اللي يقرا. باغا تحقق له الحلم ديالو؟ باغا وما صدش شي فيه غالب الله. اصلا هو خصو يقرا، الحلم ديالو هو يقرا. دابا حاليا كيشوف ولاد اختي ولاد بنت خالتي خاصهم يقراو، كيمشيو للمدرسه هو ما كيمشيش، كيبقى يقول لي علاش انا ما مشيت للمدرسه. كل نهار وكيفاش كنكذب عليه، عنديك عنديك كنهضر مع المعلم. قال لي سيدي اتصلت بكم. اذا نبداونا متبعي الاوفياء متبعي قناه شوف تيفي، كنوجهوا نداء للمسؤولين ونداء المحسنين ونداء لذوي القلوب الرحيمه، نداء الناس اللي كتعاون ونداء الناس اللي كتقدم يد العون. وليد اللي اعتبره في مثابة الابن ديالك، وليد اللي اعتبره في مثابة الابن ديالك، واللي كيعاني في صمت، والام كتعاني في صمت للاسف الشديد. وكيما كتسمعوا شتيه العمر ديالو عنده 9 سنوات، ولكن الا شفتيه يقدر يبان لك بانه عنده يلاه 2 سنين.
هذا نداء لوزارة الصحة، هذا نداء الأطباء، هذا نداء الخوتي المغاربة، ونداء الناس اللي كتعاون، هذا نداء لأي واحد اللي ما قدرش يتعاون أنه غير يبارطاج، لأننا بغينا نوصلوا بالصوت والصورة المعاناة اللي كتعانيها الأسرة ديال الوليد. الأسرة ديال الوليد وحنا كاملين بطبيعة الحال بغينا الوليد يتعالج، بغينا الوليد أنه بطبيعة الحال يمشي يقرا، ومن حقه أنه بطبيعة الحال يمشي يقرا، بغينا الوليد أنه بطبيعة الحال يخرج يلعب مع صحابه، وبغينا نفرحوا هاد الأسرة. اختي رقم الهاتف ديالكم حافظها ياك؟ واه ديال هاداك. واخا قولي 06. لا ما حافظهاش. قولي انا كنقول 06 06 83 83 88 88 74 74 77 77 77 77 عاودي 06 06 89 89 88 88 74 74 77 77 شنو تبغي تقول؟ شنو الرسالة ديالك الأخيرة؟ أنا كنقول الناس يتعاونوا معايا ليه خاصو يقراو. دابا حاليا طالب لي واحد العملية وما كاع ما شحال وصل من طول العملية؟ طالب لي واحد العملية نديرها له عدة تنفيسة كما هضرت بها. شحال الثمن العملية؟ شحال مقدرة لك الثمن؟ كنطلبوا لي 9000 ريال باش نديرها له وما درتهاش. 4000 درهم؟ اه ما درتهالهمش، ما درتهالوش. نتمنى بطبيعة الحال المتابعين الأوفياء أن الأم اللي كتناشد المغاربة وكتناشد المحسنين، بطبيعة الحال المغاربة كرماء والمغاربة كيتعاونون والمغاربة كيقدموا دائما يد العون. هذا نداء الناس اللي كتمشي للحج، الحج عندنا مع هاد الحالات. هذا نداء الناس اللي كتعاون أنها تعاون مع هاد الأسرة وتعاون مع وليد من أجل أنهم يفرحوهم بطبيعة الحال. شنو الكلمة ديالك الأخيرة أختي؟ شنو تبغي تقول؟ كنتمنى هذاك الشيء اللي باغي ولدي مسكين يوصل ليه. كنتمنى من الناس يعاونين. هانتوما كتشوفوا الحالة ديالو سيدي الله يرحم الوالدي. كما سمعتوا الأم ما قدرتش تعبر وما قدرتش توصف المعاناة اللي كتعانيها هي والوليد. هذا نداء لذوي القلوب الرحيمة، هذا نداء لخوتي المغاربة اللي كيتعاونوا وكيقدموا يد العون، هذا نداء الناس اللي كتعاون. اللي كيشوف راسو أنه قادر يتواصل، قادر يقدم يد العون، يتصل بهم عبر رقم الهاتف. اللي كيشوف راسو أنه ما قدرش غير يبارطاجي، فدلوا على الخير كفاعله.